يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. دوات النحلة وقالت النحلة دوات وقالت، ولكن يا معشر الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما يبدأ به كلام الله. ربي العالمين قال في حق هذه المخلوقة المباركة اللي هي من خلق الله عز وجل، ربي قال في حقها: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ما قالش ربي هنا شفاء للمؤمنين، لا لا، قال شفاء للناس، يعني ربي هنا عمم، ما خصش. أما في مثل قوله سبحانه وتعالى، ربي قال بأن القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم، فسبحان الله العظيم، ربي كيقول في حق هاد النحلة كيف ما قالوا الناس، قالوا النحلة دوات وقالت، حنا نقولوا كلام ربي، لأن كلام الله عز وجل كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الله أكبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. شنو قال ربي في حق هذه النحلة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. شنو كتجي حدا اسمها من الآيات؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم، ها النحلة ديالنا، النحلة دوات وقالت، دابا رانا ندوي ونقولوا يا سلام 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 يا سلام، مرحبا مرحبا يا سلام. الخوت الحباب، مرحبا وسهلا بكم، مرحبا بكم من جديد. يا سلام، النحلة شامة، تدوي على النحل، ها تدوي تدوي على ما كدوي هادي على سي بوشيبا، دوي مع السلطان. مع السلطان اجب نسياش، مقبولة سبحان الله. النحلة، النحلة شامة، النحلة شامة، دوات النحلة وقالت: ما عندي وزير طماع داري. قلت لها: شوفي يا شامة الظريفة، ناس العدل ولاد المشرف، سريرة المختار، ربي يحجبهم من المكايد كل من هو غشاش. قالت النحلة: السلطان طبيب والرائي مضرور، والوزير ما يبلغ الخبارة، والوزير ما يبلغ الخبارة. سهلا وهلا بك يا النحلة ويا الصايلة. واش هو هذاك السيف وجيبها؟ هو هذاك؟ جاوب جاوب. هو هذاك السيف. سهلا وهلا بك يا النحلة ويا الصايلة. باش شي واحد يقول لك ها هو بدا يغني، ها هو بدا، ها هو بلا مفرفر. انا بغينا نشطب معكم شوية والسلامة. النحلة دوات وقالت يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سهلا وهلا بك يا النحلة ويا الصايلة. ناكلها علاش؟ مزيانة دواء. شوفوا كاد الله جوج قطع لي اخويا مصارني. سهلا وهلا بك يا النحلة ويا الصايلة ويا الجايلة،
صلتي على الطيار كتغني بين النهار والزهر وخدود الزين والعيون شوف الزين محارة الله الله الشباب سهلا وهلا بك يا النحلة خوتي انا كندير تشوف سهلا سبحان الله العظيم النحلة النحلة مازال مع النحلة النحلة شامة سبحان الله العظيم فسبحان الله كما ورد في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الوصفة الأخ ديالو باش يعني أن قال له النبي أسقيه عسلة هذا الأخ اللي جا كيطلب الدواء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخ ديالو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أسقيه عسلة وربي قالنا بأنها فيها شفاء لكل الناس النحلة العسل العسل فيه الشفاء وسبحان الله العظيم يعني من الأكلة المفضلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحلوى رسول الله كانت عزيزة عليه الحلوى كتسمع السي بوشي مولا وكنتكلم معك النبي صلى الله عليه وسلم كانت عزيزة عليه الحلوى والعسل آه الحلوى والعسل نعم وصبحنا حنا طعنا الحلوى وجبنا ولا البارح حيت الحلوى انا وخي حاتم انت خلصت علينا انت مزيانه شي الحلوى ولكن لا كان الحلوى ماشي مزيانه اللي كيكذبوا فيها واللي كيغشوا فيها صبحوا الغشاشه بزاف والكذابه كيكذبوا علينا كيغشونا النبي كياكل الحلوى حتى حنا ناكل الحلوى والحلوى شي عدوى غمون الدار فهمتي شي حاجه يعني موثوقه ماشي هاد الظالمين كيكذبوا علينا بعض الظالمين الله يعفو علينا وعليهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشانا فليس منا خصهم يتقوا الله هاد الناس ما تغشوش المسلمين اصاحبي ما تغشوش الناس كاملين كاين ها وحنا كنعجبنا الحلوى وكنخافوا من القضيه ايوا هذا هو المشكل نعوذ بالله قسما بالله ما كنجبروش واحد هنا فيه الله يا ودي كاين الناس فيهم الدناء انا سبحان الله كنشوف شي واحد عنده اللحيه وكيبيع الحلوى كنمشي عليه بيري من مره كنمشي عليه كنثق فيه انا ايوا هذا مكان الاخوان هذا مكان فسبحان الله العظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيوصينا كيفاش يعني نتصفوا بالصفات هذه النحله والله العظيم حديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم كيحلف كيقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده ان مثل المؤمنين كمثل النحله يعني اكل تاكل طيب وتوضع على طيب يعني واذا وقعت فلم تقصر ولم تفسد لو وقعت على شي حاجه ما كتهرس ما كتفسد هذا والله اعلم حديث صحيح نعم يعني يوم هذا الحديث كناخذوا درس واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الدرس هذا واحد من حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولو تتبعنا ما قيل في هذا النحل مما ورد في الكتاب والسنه لطالبنا المقام وصلى الله عز وجل يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وكنحييكم انا والاخ سي حاتم قال لك ما كيتيق في حتى واحد سي بوشيبه قال لك من المؤمنين كيمشي عليهم بيريمي راه شاف شي واحد عنده بالخصوص راه شاف شي واحد عنده اللحيه كيمشي عليه طوبو ايوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واش قال اسمع وعلى الشيعه عمر قال الله اكبر اش قلت يا سيدنا عمر رحمك الله ورضي الله عنك والله يجمعنا مع اصحاب النبي في الجنه ويجمعنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اش قال سيدنا عمر قال من خدعنا في الله خدعنا له اللي بغى يقولبنا في الله واحد داير اللحيه وزعما هو كيقولبنا فهمتي هو داير اللحيه وكيقولبنا خليه حنا لوجه الله خليه حنا بعض ما كنلقاو شي واحد يعني كي فهمتي كيدير شي خاويه عامره وكنحسوا به واش فهمتي ولا كنحسوا به كنخليوه في هذاك الواد كي فهمتي كيعوم في بحره عوم مع راسك ونعوذ بالله ولكن حسن الظن بالمسلمين اش قلت يا سي بوشيبه؟ قصه ذاك السيد المسكين اللي كيشري كيمشي ديما يشري ذاك الكيلو ديال السكر اه هي كينقصلو منه نعم نعم كيعطيه الميزان ناقص نعم هو عنده الميزان في الدار اه كيتوزنوا المرا ديالو كتقول له راه ناقص وقيت اه ناقص وقيه نعم نعم هكاك بديك الطريقه راه ناقص نعم واحد النهار ايوا
هو هذاك الرشيد بوحدو تراجع مول الحانوت ما بقاش كيخش قرر ما بقاش تغش باش يمشي واحد مزيان وصعدو السيد السلام عليكم قال له مربوط شنطر عطاتو المروج ديالو صنعتو كيلو نيشان قالت له الجر قال ماشي هي قالت له ما جبتي كيلو نيشان بدلتي الحانوت قال لا لا الا غدا داز ما شراش من عندك عيط له اسمع عمي جيت السيارة شحال ما جيتي عندنا الله يرضيك لا باش قالوا لك تفاجئ عندك نفس كديري ديك القيه القيتين ما بقيتيش ديري ما نجيش عندك شوف شي واحد اخر باقي فيه عاوتاني الله اكبر باقي فيه عاوتاني دينا شويه يخبع عندنا شويه الاخيره الله اكبر دابا انت طورتي الله ما باغيش يشري معاك شوف شوف نعم نعم هو عايق به من الاول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا السلام عليكم رساله واصله والسلام عليكم تبارك الله الحباب